درجة الحرارة 40. كيف جيتنا آخر مرة حكيت على قصة حب وخطبة شرط تصاور حكيت على الموضوع وخاتم الخطبة، لكن كل شيء تفرشك من بعد. شكون قال لك تفرشك؟ أختش العرس؟ إزاي؟ نزلت معاه السيد؟ فما هكا اسمها أي غولاسيون تصير كل فترات كل ما تفسختش الخطبة؟ لا ما نزلت. أي ما فما معناتها ماهي ستابل الغولاسيون، كومبليكي شوية، فهمت؟ بحكم خدمتي أنا وغربتي في دبي يعني أثرت شوية في العلاقة. علاش ماكش لابسة خاتم الخطوبة؟ على خاطر هو فيه الدوغي وانا الباغوغ كله في الاغشون. لكن اللي نعرفه وانا فيه جاب لك زوز خوات. ها؟ ما لبستوش اليوم سبحان الله، راح نزربتوني نسيتو. علاش ما تحبش تقول دقيقة؟ شو تثبت يا حياتي؟ نحيت الخاتم؟ ما نحيتوش. معناتها أنت في حل من كل ارتباط عاطفي؟ ايش نقول لك، فما مازال موجود هو في حياتي، اما مشكل العاده وكهو ما انت فماش هذه علاقه ما تصيرش في العلاقات، تصير فما كل برود هكا العلاقه تخف وبعد ترجع. مروى عيسى خطيبها فسخ الخطبه لانه يشك في سيرتها وفي اخلاقها الى غير ذلك، هذا موجود ومكتوب على الانترنت. خويا هذوك ما كنت تصدق فيهم انت الفيديوهات اللي هبطوهم هذوك، انت هذوك قلقين طالعين شغل عبيت ليها. سبب الخلاف مش هذا؟ مش الشك؟ سبب الخلاف انا شايفني مهتمه بخدمتي اكثر منه هو. هو من النوع اللي يحب نعطيه كل اهتمامي، ماذا بينا نبعد على الفن، من الاول من الاول شجعني، ماذا بينا نبعد، وانا لا. هل صحيح فما فنانه معروفه دخلت ما بيناتكم؟ فما واحده تعرفه كنت معاه قالت له فك عليك منها؟ حكايتها فارغه؟ هكاك تعرف غيرها والبنات درجة الحرارة 41. مروى عيسى شهرت المغنية والسياسي، هل هو نفس السياسي اللي جاك لدبي وخرجت له متنكرة؟ لا وشو قال لك أنا قابلت السياسي ومتنكرة زادة؟ شوف التفاصيل التفاصيل التفاصيل. أصلاً السياسي اللي حكيت عليه ولا إنسان عادي خرج من السياسة أي سكوبة. كل مرة كل حصة باش تعطينا معلومة عليه؟ إنسان عادي يعني كي قابلته إنسان عادي مش لازم. علاش تقابلته؟ أنت ليه هكا تقابلنا هكا؟ هو طلب يقابلك ولا أنت حبيت تقابله؟ إيه هو طلب، أنا قعدت برشا في دبي خاصك أربع شهور يعني، هو متواجد غاديكا وتقابلنا عادي يعني. شو موضوع اللقاء؟ موضوع لقاء على الناس اللي تحكي وبرشا حكايات يعني. اما ليه تربطني بيه علاقة صديقة راهو. كليب المالديف. اي شو بيه؟ اللي سمو 300 مليون. رأي. واللي صرف عليه هو لله في سبيل الله. مال الكوارجيك اللي يجيبوهم يمولوهم لله في سبيل الله زاد. يرجعوا فلوسهم الكوارجيك. عمل فني موجودة في الدستور التونسي. تمويل عمل فني، تمويل رياضي عادي. جاوك رسائل تهديد. قالوا لك رجع فلوس الشعب. كيفاش عشت الفترة هذيك؟ فترة صعبة هي، بعد الحلقة كانت هجوم كبير، فلوسنا فلوسنا، ما فهمتش، أنا حسيت عرفت خديت الفلوس الشعب وعملت بها كليب وخليتهم هكاكا، بس يعني. جاتك تهديدات؟ ما نخش عليهم، انا ريتك خرجت بعد ما قعدت في الدار هكا نتفرج، كي خرجت العباد الكل تحب تصور معايا وتسال فيا ومحليك، قلت مالا شكون هما هذوك كل يسبوا يبعثوا في المساجات؟ ما عرفتهمش شكون.